بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا والمؤتفكة أهوى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس أفمن هذا الحديث تعجبون أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون اقتربت الساعة وانشق القمر أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون
الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر بالغ حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خشبا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي
مهطعين إلى الداع مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر 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 فدعا فجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا
وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أشد خلقا أم السماء؟
وأبطش ليلك وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ما الجبال أرسيها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم لك الحمد قبل الرضا ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد إذا رضيت يا الله يا رحمن يا رحيم ارحمنا يا ربنا اذا ما دخل علينا ملك الموت وانقطع منا الصوت وسكت اللسان وسكت اللسان وشلت الايدي والقدمان وشخصت العينان وتقلصت الشفتان اللهم جاف الأرض عن جنبيه اجعل يا ربنا هذه الليلة هي خير لياليه شفع فيه القرآن والصيام وسيد الأنام واغفر اللهم لنا وله ولعامه الشيخ محمد رمضان حربي القرية المطيع بمركز مدينة ابو حمص المسكة الدور فراش الحديث الكبرى ابن محمد
محلات المخازن او لاتريد او لاتريد المقدود بايده كل ما جاله بالعزاء فكان سعيان مشكورا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.